عرضنا اللي للزمالك واللي على الزمالك، ولكن في حاجات بقى تانية يا أسامة محتاجين نقف عندها، لأن بما إن البعض اتكلم عن إنذار وطرد ديان، احنا بنقيم، فعندنا إنذارات كتير جدا بالظبط. لا، وبنقيم الحالة التحكيمية نفسها، الحكم الساحة الكابتن محمود ناجي والحكم حسام عزب، من يتحمل أخطاء حكم الساحة ويتحمل أخطاء حكم الفار في القرارات اللي المفترض يتدخل فيها الفار. ولكن للأمانة احنا جبنا الكابتن ياسر عبد الرؤوف، لأن الكابتن أيضا سمير عثمان والكابتن جمال الغندور قالوا إن في ركلة جزاء لزيزو. ولكن للأمانة بما إننا بنتكلم في كرات زي دي، في كرة شبيهة جدا بيرسي تاو اعتقد مع مروان صحراوي تقريبا في الدقيقة 51، مروان صحراوي ما نجحش في انه يلعب الكرة وارتطم بقدم بيرسي تاو وسقط بيرسي تاو، ولم يتحدث احد ان دي زي دي. ولكن خلينا نكمل في مباراة الزمالك وانبي، اصبح الان الحكم مخطئ هو وحكم الفار في احتساب ركلة جزاء غير صحيحة والتغاضي عن ركلة جزاء صحيحة، ولكن الانذارات موقفها ايه؟ وهل هيبدا يكون عندنا حصانه للاعبين ضد الطرد من بدايه الموسم؟ تعالوا نشوف الفيديو ده والخبير التحكيمي ونرجع نعقب. في مسك من طارق حامد للاعب امبي. طيب مرسي، احنا بنقول ان المسك عشان اطلع له انذار حاجتين، يا اما منع هجمه واحده يا اما ان انا بمسك بشكل صارخ. تمام، هجمه واحده لا ما اعتقدش، ان احنا لو فتحنا الصوره شويه هنلاقي ان في مهاجم واحد بس من انبي هو اللي موجود وفي اكتر من مدافع، ولكن المسك بالشكل ده مسك صارخ، بالتالي كان يستحق عليه طارق انذار للمسك الصارخ مش لافساد هجمه واعده. ادي مسك بالايد، كمل تمام، وهو مصمم على المسك وبعدين بالايد الثانيه كمان. محمود شاور ركله مره وبعدين ادانا انطباع ان هو بيحذر المهاجم ان انت ما تكررش الكلام ده او ما تعملش كده تاني، واللعيبه بتطالبه ان هو يديله انذار، ولكن المخالفه موجوده والاعاقه موجوده وكان في افساد لهجمه واعده، بالتالي كان المفترض هنا القرار ان يبقى في مخالفه لانبي ومعاها كمان انذار لافساد هجمه واعده، والحقيقه ده ما حصلش. الكابتن محمود ناجي اول حكم مصري في اول مباراه يمنح حصانه لطارق حامد من الطرد وكمان للمسلوسي. كابتن طارق حامد في الدقيقة 17 انذار واضح جدا ورؤية الحكم واضحة جدا وفي إصرار على الخطأ مرة واثنين وثلاثة، والكابتن محمود ناجي ما طلعش الانذار للاعب مركز 6 لأن الدقيقة 17 وده ممكن يحجمه. توقعي في الدقيقة 51 هجمة واعدة لفريق انبي، بيتدخل الكابتن طارق حامد بلعبة تستحق الانذار فبيمنح الكابتن محمود ناجي حكم الساحة الانذار، بس ده مش المفترض يكون الانذار الاول لكابتن طارق حامد، ده كان المفترض يكون الانذار الثاني لكابتن طارق حامد، وبالتالي اصبح عندنا ركله جزاء لصالح نادي الزمالك غير صحيحه وركله جزاء تغاضى عنها التحكيم، وطرد لطارق حامد في الدقيقه 51 تاثيره مش هيكون داخل ال 90 دقيقه فقط لا غير، ويمنح افضليه لفريق انبي، لا كمان كان هيمنح افضليه لفريق منافس نادي الزمالك في الجوله الثانيه وهو طلائع الجيش، بس ما كانش طارق حامد، كان ايضا مع المسلوسي. كان المسلوسي ايضا يستحق الطرد. نطلع ونشوف كابتن جمال الغندور ورايه ايه في الانذارات ونرجع نعقب. نشوف هنا طارق حامد. طارق حامد هنا يعني بص الاول مسك تمام لغايه دلوقتي كده، هنا مخالفه بس. ايوه لغايه دلوقتي مخالفه بس تمام، اللاعب عدى ماشي نكمل خلاص، الحكم ادى اتاحت فرصه مثلا او اللعب مشي تمام، رجع تاني مسك تاني. يبقى في اصرار اسمه اصرار على مخالفه قانون اللعبه، وده موجوده في الماده 12 الاصرار على مخالفه القانون، وبعدين مسك ثالث مره كان لابد انه يحصل على انذار في هذه. ما خدش انذار طارق حامد في ما خدش انذار بس تستحق انذار طبعا. طبعا كانت تستحق انذار واصرار على مخالفه قانون اللعبه. وانا عايز اقول احد اهم المساهمين في الكفاءه الفنيه لطارق حامد هم الحكام المصريين، لان كام لعبه بيخالف فيها قانون اللعبه زي ما قال وما بتتحسبش، فبتديله دايما احد اهم اسباب راس ماله وهو الشد والجذب والزق والدفع، وكل ده بدون كروت صفراء بتنعكس على العداله الفنيه. لو طارق حامد اتطرد، المسلوسي اتطرد، ركله جزاء لم تحتسب احتسبت غير صحيحه لنادي الزمالك، هل كنت تعتقد ان نتيجه المباراه كانت هتخرج بنفس الشكل؟ اكيد لا. تروح للكابتن جمال غندور وهو بيوضح لنا اللقطه اللي حصل فيها يعني انذار غير مستحق أو إنذار بطريق خطأ وتم تصحيح الإنذار، ولكن الكابتن جمال غندور كان شايف برؤية
أشمل وأوسع نشوف تعقيب الكابتن جمال غندور على الإنذار لحمزة المسلوسي. والفار مش هيتدخل. آه. ليه؟ لأن دي مخالفة خارج منطقة الجزاء. شوف شوف شوف، تعالى أنا عايز أسأل سؤال، هي الرجل اليمين بتاعت لاعب الزمالك دي بتعمل إيه؟ بتتحط في سكة اللاعب عشان تعرقل وما قطعش الكورة، وما قطعش الكورة، ما وصلش الكورة، ده الكورة اتلعبت من خلاله وأدي العرقل. ركلة حرة مباشرة وإنذار، لم تحتسب المخالفة ولم يعطى الإنذار. تمام؟ تمام. طيب، تعامل من محمود علاء مع الحكم غير لائق بالمرة. آه. نتكلم بصراحة. والحكم مركز إن هو يكتب الرقم. اللي عمل المخالفة مش محمود علاء. اللي عمل المخالفة هو اللاعب رقم 24. حمزة المسلوس. خلاص؟ وارد، لكن انا صراحه محمود علاء بيقول له ما تزعقليش كتير قوي. انا ما اعرفش ايه اللي حصل، لكن هفترض يا كريم انت في الملعب وانا زعقت لك، هل ده يعطيك الحق انك انت تزعق لي؟ لا طبعا، بالتاكيد لا. اللي حصل لا اعتراض بشكل غير لائق. انا ما اعرفش ايه اللي حصل، لان الصوره لغايه دلوقتي لو انت قلت لي هل محمود علاء عنده انذار ولا لا، انا ما اعرفش. اه لغاه يا كابتن، اتلغى. لغاه. اه لغاه. يبقى اذا محمود علاء ما عندوش انذار. لا، لغاه وادى الحمزة المسلوسي. ده كلام صحيح بالنسبه للايه، للجزء الاولاني من الحاله. أيوه. طب الجزء الثاني من الحاله، اين حساب الاعتراض؟ الاعتراض بهذا الشكل وبالصوت. اعتقد كلنا سمعنا الصوت في الـ اين حساب الاعتراض؟ الكابتن محمود ناجي ازاي وافق ان هو يشوف لاعب يتعامل معاه بهذه الطريقه ولا ياخذ اي قرار اداري تجاه الكابتن محمود علاء؟ اذا احنا عندنا في المباراه دي ركلة جزاء غير صحيحة تم احتسابها، حكم الساحة محمود ناجي، حكم الفار حسام عزب، ولازم أذكركم دايما بالأسماء عشان احنا هنشيد بالحكم الجيد وهنقول أسماء الحكم المخطئ في قراراته. نختار أفضل حكم كمان مع نهاية الموسم. بالظبط. النقطة الثانية والمهمة جدا، في طرد مستحق لطارق حامد في الدقيقة 51 لو كان تم تطبيق القانون في الدقيقة 17 ومنحه إنذار بآراء خبراء التحكيم وعلى رسوم الكابتن ياسر عبد الرؤوف من قناة نادي الزمالك. النقطة الثالثة، طرد مستحق لحمزة المسلوسي اللي كان يستحق إنذار في الكرة مع لاعب إنبي في هجمة واعدة، والكرة الأخيرة اللي خد فيها الإنذار بعد ما تراجع عن منح محمود علاء ومنحه لحمزة المسلوسي، أدي تاني لاعب كان المفترض يطرد. الثالثة هنسيبها لاختيارات الجمهور. هل من وجهة نظركم محمود علاء كان يستحق الطرد بعد الحالة أو الصورة اللي شفناها مع الحكم محمود ناجي؟ ده تساؤل بنطرحه لحضراتكم عشان نطلع من مباراة البعض بيتكلم عن مباراة الأهلي والإسماعيلي بمباراة فيها ركلتين جزاء قرارات خاطئة وثلاث لاعبين، اتنين على الأقل بتطبيق القانون كان لازم يطردوا من نادي الزمالك، هما طارق حامد وحمزة المسلوسي، ولكن الكابتن محمود ناجي أعتقد كان له رأي فيه حصانة لبعض اللاعبين من الطرد.